انا فاهمك كويس قوي. يعني مقتنع بكل اللي انا قلته؟ بكل كلمه وبكل حرف. طب والسرقه والاجرام؟ حد الله حد الله ان كنت اسرق او اعود الاجرام تاني يا فطير. ده انت نورتلي طريقي اللي كان ضلمه يا فطير. وانت نورت وتشرفت. نورت وتشرفت. قولها كده تاني. قولها يا بونبوني. انت يا فطير نورتلي طريقي اللي كان ضلمه. الله انا مش مصدق نفسي مش مصدق وداني. الحوار نجح. قولها قولها بصوت عالي يا بونبوني. يا جماعه انا بونبوني بقولها بعلى صوت. ايوه انا مش هسرق تاني يا فطير. الله الله يا بونبوني الحوار نجح. الحوار نجح. ايه ايه الغاغه اللي انت عاملها دي؟ صوتك جاي باخر الشارع. الحوار نجح يا بابا. الحوار نجح يا ميشو. انا حمار اللي نجح ده؟ بونبوني بونبوني خلاص يا بابا بطل سرقه. الحوار نجح. روح يا بونبوني وجيني بكره عشان العمليه الجديده. وجب يا معلم. شفت الحمار اللي نجح يا حمار؟ والله كان نجح من شويه. ده الواحد نام نوم. المزيكا دي ليه فيها للسحر. تصبح على خير يا فطين. تأخرش ستيشن. وجب يا معلم. انت يا زفت اطفي الزفت ده بدل ما اقوم اكسره على دماغك. وجب يا معلم. واحدة زي سميرة سمير دي ابو السيد هي اللي ناقصاك. ها مال وجاه وشهرة. لا وايه شيك قوي شكلها كده تربية بشوات. يا ابو السيد وتبقى مرة بقى في عمرك اتجوزت واحدة محترمة بدل الجوازات الوقيعة بتاعتك دي. يا سلام ده لو حصل. هي دي النقلة الملوك يا ابو السيد. وابقى زي فريد بيه. ويعني فريد بيه اللي احسن مني فيه. بس ازاي يحصل ده؟ ازاي؟ ازاي الخير يا بابا؟ ايه؟ قلت لك 100 مرة ما تخضنيش. الله ارمي حس والله انت ولا زمر حتى وانت جاي. ما انا بنت اهو يا بابا يا قمر يا جميل. ايه ده القمر الامرانه دي؟ قمر امرانه؟ وايه يا اخويا؟ ايه الحليه اللي ظهرت عليك فجاه دي؟ وايه الشيل دي كلها اللي داخل بيهم عليا ما جاب الغراب؟ يا بابا يا بابا الحنيه دي كانت في قلبي من زمان قوي بس انت اللي مش واخد بالك منها يا بابا علشان انا كنت كاتمها في قلبي ومش مخلي حد ياخد باله منها. بص بقى يا سيدي الحاجات دي انا جايبها بقى علشان لزوم السهره بقى يا بابا يا قمر يا جميل. بص جايب لك فشار وجايب لك كمان تفاح امريكاني اهو وجايب موز كتير وجايب لك البتاع دي انا حبيتها كده فقلت اكيد دي هتبقى حاجه حلوه لبابا القمر. ايه دي؟ مش عارف يا بابا هم قالوا لي فاكهه. فاكهه؟ اي دي تين شوكي بس كبيره شويه صح؟ ممكن يا بابا يا قمر تستاهل والله بقك. بص جايب لك كمان عصير مانجا مشبر هتشرب بقك ورايا يا بابا. اي اشرب بقي وراها؟ ازاي اشرب بقي؟ هو بقك فاهم يا بابا. طيب وجايب لك بقى غير الفاكهه الجميله اهي ايه هتاكل بقك وراها. هتاكل بقك وراها. اكل بقي ولا اشربه؟ ما هو بقك هو فاهم كل حاجه وهيعمل هو كل حاجه. هو هيعمل كل حاجه يا صاحبي. يا الله يا صاحبي. يا سلام. بس يا هلا في ايه؟ بحبك قوي. وايه لازمته البعزقه دي كلها يا اخويا؟ ومن امتى صفاتين بتسهر معايا؟ ده انت بتيجي من بره تخش اوضتك وتقفل الباب على نفسك. يا بابا يا قمر من النهارده يا سيدي مش هخليك تسهر لوحدك. انا من النهارده هبقى معاك يا عسل. يا ايه يا ابو السيد دي؟ ايه يا ابو السيد دي؟ ابو السيد يا ابو السيد يا قمر انت هتصاحبني؟ ايوه هصاحبك يا بابا هصاحبك 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 يا عسل يا عسل. خد قطمه يا جمل خد قطمه يا جمل. افضل هز كده
لغايه ما انام في ايدك. عسل عسل. هنسهر هنسهر. يلا بابا ها تاكل ايه الاول؟ وايه اللي حاصل؟ هم يا جمال. الله. عسل يا بابا عسل. لا لا كفايه فطين. انا خلاص كده مش عارف اخد نفخت عليك. بص يا صاحبي اصب لك كوبايه مانجا. لا لا لا. طيب يا بابا شربت البرميل ده كله لوحدي. خلاص بالهنا والشفا يا قمر يا قمر. اجيب لك برتقال؟ لا 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 لا. طب اقوم احضر لك بقى العشاء عشان جوعنا. انا رايي انك تقوم تخش اوضتك وتنام يا حبيبي. بابا ليه يا صاحبي؟ ده احنا لسه يا صاحبي بقى ده السهره هتحلو. بص بقى انا جايب لك ايه معايا. كرشينه. جايب كرشينه كمان؟ ايوه بابا هنقعد نلعب بقى. مش احنا اصحاب ولا نسينا احنا؟ ولا ناقص كمان تجيب لي دومنه. اهي كله موجود اهو. الدومنه اهي. طب تجيب الحاجات دي منين؟ ايوه بابا هتاخد صبعك وراها. هاكل صبعي ورا الدومنه؟ ايوه بابا يلا. انا اكلت بقي قبل كده كفايه. عسل 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 عسل. لا معلش معلش يا فاطمه انا بقى هقوم انام. اقوم تنام. اقوم تنام. اجيب لك هنا. اقوم تنام لك هنا. يعني ايه اقوم تنام؟ يعني اجيب لك اللي انت عايزه يا بابا. انت تؤمر يا صاحبي. معلش انا بس رايح في اوضتي. يلا تصبح على خير. يلا ماشي. تصبح على خير. تصبح على خير يا صاحبي. مع السلامه. تصبح على خير. خد ايه يا بابا؟ احضن دي وانت نايم كده يمكن تكبر في ايديك. يلا يلا. يا بابا يا صاحبي صاحبي عاوز ايه؟ اشوفك بقى هنا بقى بكره صاحبي ان شاء الله. هتلاقيني قاعد نفس القعده من بدري مستني. بس انت ما تاخرش عليا يا صاحبي. يلا مع السلامه. سلام مع السلامه. تصبح على خير. وانا كمان بحبك. تصبح على خير. تمام كده يا صاحبي. مع السلامه. مع 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 السلامه. وفي ايه اللي حصل لنور فطين ده؟ بارسل. معقول معقول الواد جواه الحب ده كله مخبيه وفجأة ظهر؟ انت لسه صاحي يا بابا؟ لا ده انا سلام بقى يا ميشا انا نازل. صباح الخير يا بابا يا صاحبي يا جميل. ايه ده انت ما رحتش المدرسه ليه؟ ما النهارده السبت اجازه بقى يا صاحبي. انت رايح فين كده ان شاء الله؟ معاك احنا مش اصحاب ولا ايه؟ وبعدين يا بابا انا عايز اقوي اواصر الصداقه اللي ما بيننا دي. وعلى راي المثل ان كبر ابنك خويه وان كبر باباك فطين صاحبه. والله انا اعرف المثل لغايه ان كبر ابنك خويه، انما بقيته ده ما اعرفش انت جايبه منين. ومع ذلك اتفضل يا سيدي اتفضل. يا صح يا ابو السيد. انت مش لسه بتديني امثال؟ عمال ترزع فيا يا مسرع الصبح. انزل. مش بتقول ان احنا اصحاب؟ اتفضل يا سيدي اتفضل قدام. مع السلامه. ايه ده صاحبي؟ على مهلك. هتقعد تاني؟ يا صاحبي. ايوه نسيت نسيت اتفضل. ايه صاحبي؟ نسيت اتفضل يا بابا يا صاحبي. بس نزل ايدك كده انا مش عارف امشي. ما احنا ننجش بعض بقى يا صاحبي بقى كده. اوه صاحبي 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 سيبك بعد النهارده يا صاحبي خالص. طيب ماشي حبيبي. طيب ماشي. في حاجه بقى نازل فيك. طيب شويه بقى. ماشي يا صاحبي. فطين راح فين يا فطين؟ راح مع ابوه. في حاجه سألس؟ ايوه مش هروح معاك في اي حته يا سيد. انا ما اكبرتوش يا اخوي. هو اللي جاي معايا بمزاج مزاجه. الكلام ده حصل يا فاطين؟ ايوه حصل يا عم انس. وقدرت تقولها في وشي؟ يا عم يا عم هفهمك بعدين. ده عليك. هتيجي معايا يا ابني ولا امشي انا؟ جاي معاك طبعا يا صاحبي. مع السلامه بقى يا عم انس. يلا يا صاحبي. باي باي يا انس. عايز يدينك بقى. ما كفايه كنت هعمل حادثتين بسببك. ماشي يا صاحبي. اوه اتفضل يا صاحبي. صباح الفل يا باشا. صباح الخير يا سوست. اخبار الشغل يا سوست؟ صباح الخير يا سوست. اخي يا سوست اتخنقت؟ كله تمام يا باشا. كله تمام يا باشا. مفيش طلبات تانية؟ مفيش طلبات تانية. في ايه يا ابني؟ في ايه؟ يا صاحبي
ايه صدى الصوت اللي ماشي جنبي ده؟ معلش. ما المحل واسع، اجري اقعد في حته هناك بعيد عني. حاضر حاضر، بعيد عنك خالص اهو يا صاحبي. يا جميل يا صاحبي. الست هانم اللي اسمها سميره سمير اتصلت. ايه؟ سميره سمير؟ ودي تتصل ليه اصلا؟ ولا سوسه، لو اتصل التاني اقفل السكه في وشها. انت تخرس خالص، انت تخرس خالص، انت تخرس خالص خالص. انا يا صاحبي. ايوه. قالت ايه؟ كانت عايزاك يا كبير تكلمها وسابت رقمها اهو. انت الرقم ده حرك اسمه ايه؟ انت قطع ايه؟ لا قطع رقبتك يا بابا. دي اسكت بقى، دي غلطت فيا يا بابا، ما يتعاملش معاها اصلا الست دي. اسكت احسن لك. بابا حضرتك هتعمل ايه؟ سيب بابا ما يتعاملش معاها اصلا يا بابا. اقفل السكه، اقفل السكه. هش، دي غلطت فيا. اسكت، غلطت فيا. ابنك. اسكت. عايز تكل بلغني انك اتصلت بيا. عارف، عارف انك بتزهقي بسرعه. عارف. شفت؟ اقفل اقفل. ايه؟ لا ده كده لازم اجي بنفسي انا بقى. حاضر، مع السلامه سميره هاني. سميره هاني ايه؟ بابا حضرتك هتروح لها فين؟ دي ما يتراحلهاش اصلا. حضرتك نسيت هي عملت فيه ايه يا بابا؟ لا ما نسيتش، انت كمان لازم تيجي معايا عشان تعتذر لها على اللي عملته. انا؟ لا يمكن. خلاص، ادور انا بقى على صاحب جديد ليا يسمع كلام. لا 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 يا صاحبي، هاجي مع حضرتك. الصاحب لصاحبه برضه. همشي انا بقى عم انس عشان عندي شويه حاجات اروح. اقعد اقعد، انا لسه ما خلصتش كلامي. قعدت؟ قول لي. اخر مره شفت فاطين او قعدت معاه كانت امتى؟ مفيش، ده يا دوب من يومين لما كنت رايح افضفضله. ما لاحظتش على فاطين اي تغيرات اثناء الفضفضه؟ ابدا، القعده كانت حلوه جدا ومبسوطين وشغال لي مزيكا. وبعد ما شغال لي مزيكا حصل بس ايه؟ هو ده اللي عايز اعرفه. اعترف يا بونبوني. مفيش عم انس، انا يا دوب خارج من الاوضه وعمال اقول انا مش هسرق تاني، انا مش هبقى حرامي. وكل حماس يا دوب اول ما خرجت لقيت عم سيد الحاوي كده ومشوا كده، وتحولت فجأة لكلب حراسة ورجعت في كل اللي قلته. يبقى انت جبت له تشك أثر فيه كله منك انت. انا والله ما جبت له حاجة عم أنس، الراجل كان زي الفل. وبعدين ايه تشك دي؟ تشك يعني صدمة أثرت عليه، ما بقاش عارف هو بيعمل ايه بالظبط. ليه عم أنس، هو عمل ايه؟ خرج مع ابوه يا ابو، خرج مع سيد الحاوي. شفت المصيبة؟ وايه المصيبة اللي فيها عم أنس؟ ابن وخرج مع أبوه. فاطين عمره ما خرج مع حد غيري أو مع خطيبته لمياء. ده شاف الدنيا بعينيا أنا. إزاي يخبي عليا إنه هيخرج مع أبوه؟ الفكر والثقافة مختلفين، يعني لا يمكن يكونوا أصحاب. زي أنا وأنت يا بونبوني، ينفع نبقى أصحاب؟ طبعًا ما ينفعش، لأن مفيش توافق. اللي قول لي عم أنس، يعني بما إنك كده راجل مثقف وليك نظرة في البني آدمين اللي قدامك، تفتكر ممكن يجي عليا يوم وابقى انسان محترم كده وانا وانت نبقى اصحاب؟ ما افتكرش. يا مدام الاجهزه دي عايزه صيانه، حرام عليكي كل شهر. خلاص يا فندم، كله والله يبقى تمام ان شاء الله. دي اجهزه بالملايين. خلاص يا فندم صدقيني. هاتي لي استشراكات الشهر ده كله، عايزه اطلع عليها. اتفضلوا. انا كده هيتخرب بيتي. تعالى بس يا سمير هاني. دخلت يلا نروح الحمد لله على وشي يا بابا. سمير هاني. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت مين؟ اتفضل. واضح ان سعادتك مش بتزهقي بسرعه وبس، لا ده انت كمان بتنسي بسرعه يا هانم. ايه اللي ايوه 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 افتكرتك افتكرتك. المخلوق الغريب ده انت جايبه معاك هنا يعمل ايه؟ سمحت بقى يا بابا، بعد اذن حضرتك. لا لا لا، بعد اذن حضرتك. المخلوق العجيب اللي مش عاجب حضرتك ده مدرس دراسات محترم. المخلوق عجيب. وانا افطار مثلا يا بابا. بس ولد ولد. ماشي يا بابا، انا مخلوق عجيب. بتضرب الحيطه بالقلم على وشك. انا مخلوق عجيب. ضربت الحيطه بالقلم ولا ايه؟ اهو يا بابا اهو. بس تضربهاش ولا اهو. عيب عيب. على فكره انا مش محتاجه اعرف بيشتغل ايه، انه ما يفرقش معايا. ولا انت تفرقي معايا. اسكت يا سميره هانم، ده فاطين ابني جاي يعتذر لك عن الموقف اللي بدر منه في محل الورد. يا بابا طيبه. يا بابا طيبه. مش يا ريت يعتذر بسرعه عشان انا بزهق بسرعه. يلا اعتذر بسرعه. سميره هانم، انا بعتذر لحضرتك بسرعه علشان حضرتك بتزهقي بسرعه عن الموقف وسوء الفهم بسرعه بسرعه. شفتي؟ خلاص انت هنا،
اعتذروا انا مش قبلاه. سيد بيه لو سمحت عايزك تورد المكان هنا ورد واثاري زرع كتير، ويا ريت تنسق مع العلاقات العامه عشان يحاسبوك يوم بيوم. انا عايزه كل يوم يكون عندي ورد طازه. اوكي تحت امرك وتحت امر المكان. وقتك انتهى. انت كمان حطيتي خطه وبداتي في تنفيذها. هو ده شغلي وهي دي رسالتي اللي انا مؤمنه بيها. بس مش مع اللي اسمه ميشو ده، مجرم ومش مجرم عادي، ده اخطر مما تتخيلي. وهو ده اللي شجعني اني احقق هدفي عشان لما يتغير يبقى انسان سوي احس فعلا ان انا نجحت. يتغير؟ انت بتحلمي يا حضره الضابط؟ كل الناس اللي نجحوا في عملهم وبقوا اسماء بنرددها افكارهم بدات بمجرد احلام عايزين يحققوها. بس انا مش هسمح لك تعرضي نفسك للخطر عشان نظريه هتتحط في كتاب وفي الاخر تتركن على الرف. ما هي عشان ما تبقاش نظريه تتحط في كتاب وتتركن على الرف انا مصره انجح وبشكل عملي. وانا اتحداك يا حضره الضابط اثبت لك ان المجرم اللي اسمه ميشو ده ما يستحقش حتى الوقت اللي بنضيعه في الكلام عنه، ومكانه هو السجن. وعلى ايه؟ وانا قبلت التحدي يا فؤاد بيه، وانت هتمشي في طريقك وانا همشي في طريقي، يا اما انت تقبض عليه يا اما انا اغيره. ده لو محترم ما كانش يعمل كده. مش انت ميشو؟ ايوه اللي كنت معاكي في الحفله. بس ما قلتليش صحيح ايه رايك في الاناناس؟ كان يجنن صح؟ ساكنه بعيد افندم؟ يلا بقى اركبي ورايا واوصلك وامر لله. لا متشكره ميرسي. بس امسكي جامد. ها لحسن طاعي. بقول لك انت قلتلي اسمك ايه لو سمحت؟ حلو لو سمحت اسم جديد. يلا بقى اركبي بقى ولا ارجع في كلامي؟ لا استنى استنى هركب بس امسكي جامد. حاضر ستي ماشي يلا.